جدل حاد أثاره الرئيس الفرنسي بتذكيره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، ما استدعى رداً من نتنياهو عبر بيان شبه فيه ماكرون بنظام فيشي الذي كان يضطهد اليهود في فرنسا. هذا الجدل امتد إلى الداخل الفرنسي مع استنفار نواب وشخصيات سياسية يمينية مؤيدة لإسرائيل في فرنسا لمهاجمة ماكرون. كما دخل على خط الجدل رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وهو اللوبي الأكثر تأثيراً هنا، باتهام ماكرون بالانضمام إلى معسكر الذين يشككون في شرعية حق إسرائيل في الوجود. سفير فرنسا السابق في إسرائيل جيرار آرو هاجم منتقدي الرئيس، داعياً إياهم للاطلاع على الحقائق قبل إبداء الرأي، معتبراً أن الإهانات التي يتعرض لها الرئيس من قبل نتنياهو وشخصيات فرنسية هي فخر كبير.